ومن موسكو كذلك ينضم إلينا عبر الهاتف المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين ديمتري بيسكوف. مرحبا بك سيد ديمتري. يعني علاقة دولة الإمارات بروسيا الاتحادية علاقة تاريخية، علاقة متينة، علاقة استراتيجية تتطلع بتفاؤل نحو المستقبل، وأنتم كذلك تنظرون إلى دولة الإمارات أنها شريك أساسي. ماذا تقولون في هذا المصاب الجلل اليوم، خسارة هذا الرجل العظيم الشيخ خليفة بن زايد وفاته في هذا اليوم؟ كيف تنظرون إلى هذا الحدث؟ هذه لحظة حزينة جدا، ونحن نتأسف جدا ونحزن جدا لهذا النبأ. أولا الرئيس بوتين، رئيس الاتحاد الروسي، أرسل برقية تعزية إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وقد أعرب في هذه البرقية عن بالغ الأسى والتعازي والعزاء. والشيخ خليفة معروف على مستوى العالم وحظي باحترام الجميع طيلة السنوات، وكانت له هذه الرؤية لمستقبل بلاده، لهذا المستقبل المزدهر، وكان يتمتع بالحكمة والحكمة السياسية والإنسانية، كما أن صاحب السمو المغفور له كان له دور كبير في تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة وقيام الاتحاد، وكان أيضا من الداعمين والمؤثرين في قيام دولة الإمارات الحديثة والمعاصرة، وكان يتمتع بهذه الرؤية، رؤية بناء دولة حديثة موجهة وتتجه نحو المستقبل وتحظى بوزن على المستوى الإقليمي وفي العالم، وأن تقوم هذه الدولة وتحظى بكل السيادة وتحظى بكل ما بالدور في عالم السياسة المعاصر والحديث، وكانت له إسهاماته الكبيرة في هذا المجال. إذن نقدر كثيرا العلاقات التي تجمعنا بدولة الإمارات العربية المتحدة، فدولة الإمارات شريك مهم جدا لنا على المستوى الاقتصادي، على مستوى الاستثمارات أيضا، ونتطلع إلى تعزيز أواصر هذه العلاقات بشكل إضافي. نعم. وأيضا أن ننفتح أكثر على دول الخليج، ودولة الإمارات شريك وتؤدي دورا مهما جدا في هذه المنطقة. ونعتقد أن الأسس التي أرساها المغفور له سمو الشيخ خليفة سيبنى عليها في المستقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة. نعم. يعني سيد ديمتري، أنت تقول بأن دولة الإمارات هي شريك أساسي ومهم بالنسبة لروسيا، سواء كانت حكومة أو شعبا كذلك، يعني ألا يعتبر ذلك انعكاسا لسياسة دولة الإمارات العربية المتحدة المتزنة، خصوصا السياسة الخارجية تجاه دول المنطقة وكبرى الأقطاب العالمية، خصوصا مثل روسيا الاتحادية؟ نعم بالتأكيد. هذا العالم الحديث، هذا العالم المعاصر، عالم متعدد الأقطاب، ودولة الإمارات العربية المتحدة هي جزء وقطب مهم في هذا العالم متعدد الأقطاب، وتؤدي دورا مهما ليس فقط على مستوى الإقليم والمنطقة، ولكن أيضا على مستوى العالم. ونحن نحرص دائما على علاقات جيدة وممتازة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ونعتبر دولة الإمارات
الإمارات شريكا أساسيا لبلادنا، ودولة تتمتع بإمكانيات هائلة في المجالات المختلفة، في مجالات الصناعات والاستثمارات والطاقة وأيضا الذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات. نعم، وكذلك دولة الإمارات حريصة جدا على الحفاظ على علاقات متينة ورئيسية واستراتيجية مع الاتحاد الروسي. السيد المتحدث باسم الرئاسة الروسية أو باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، شكرا لكم على هذه التعزية وعلى برقية الرئيس بوتين، وشكرا لوجودك معنا في قنوات أبوظبي للإعلام.